في الدول الاسلاميه. تعرف مين بيتكلم ده؟ عارفه اللابس عماد مين؟ انت عارف شو واخد، واخد بالحوزات واخد شهاده، ولا واخد شهاده، في طالب هندسه فاشل، ولما فشل ومرض درس في الحوزه العلميه في القوم، درس في الحوزه دي واحده، طالب هندسه فاشل وراح عمل نفسه كده وعمم نفسه. خلينا في المفيد، اوريك ان استاذ احمد قلبه وكل حاجه ايرانيه بالدليل. استاذ احمد، هل تؤمن بحاجه اسمها مرجعيه؟ المرجعيه ما عندي وعندك. انا بسالك انت سؤال، ما توجهليش انا السؤال. ليتفقهوا في الدين. انا تؤمن بحاجه اسمها مرجعيه؟ بتؤمن ما هي المرجعيه في نظرك؟ المرجعيه زي المرجع السيستاني، المرجع الاعلى، علي خامنئي والكلام ده كله. هل تؤمن يعني عندك مرجع شيعي تقلده؟ ثواني يا استاذ، ما قلدتش، انا راجل بقرا الكتب وبقرا يعني عندك مراجع؟ يعني في مراجع. مرجعيتك من ماليش مرجعيه. المرجعيه اكمل سؤالي بس يا استاذ وائل، اكمل سؤالي. العوام الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. اكمل سؤالي يا استاذ احمد، يا دكتور احمد، يا دكتور احمد، يا دكتور احمد، اموال الخمسه يا دكتور احمد، لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت، مرجعيه، لو سمحت يا في الازهر، يا دكتور صبري، يا دكتور صبري، انت مرجعيتك ايه؟ اي كتاب انت، يا دكتور صبري، يا دكتور صبري، حتى لا نتحول عن السؤال، حتى لا نتحول عن السؤال. النظام، انت دلوقتي المرجعيه ديت، الخمس المسلمين المفروض بيروح للمرجعيه ولا بيروح لمين؟ عند الشيعة كفقه شيعي ممكن يروح للمرجعية وممكن تتصرف. لا لا، الأصل فيه، الأصل فيه، الأصل فيه، واحدة واحدة، الأصل فيه يروح لمين؟ للمراجع القرآني. صحيح ولا لا؟ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فتقرا الآية، فأن لله خمسه والرسول ولذي القربى وزعوا بهذا، وزعوا بهذا، يعني يروح للمرجعية في الأصل عشان هي اللي توزعه، صح كده؟ لا مش شرط. أموال، والله يا دكتور وائل، مش شرط يا أستاذ وائل، أموال المسلمين كلها مرجعية، أو أموال المسلمين اللي هم الشيعة، يعني الشيعة المصريين اللي هنا موجودين، افكارهم كلها ايرانيه بسبب المرجعيه، ان هو لازم يعتقد بان هناك مرجع ليه. الكلام ده كلام جرايد زي ما نقول، امال ايه؟ كلام جرايد، كلام برامج، ده كلام برامج اللي بيقول احمد دياب، ده كلام برامج، وبعد كده يدفع الخمس بتاعه، وبعد كده الخمس بتاعه بيرجع للمرجعيه، يعني فكره للمرجعيه وفلوسه للمرجعيه. احنا كمصريين هنستفاد منه بايه ده؟ انهم لا يصدقون احد. يعني هل تدفع الخمس الى مرجعيات في ايران او العراق؟ اطلاقا، انا فلوسي بوزعها على الفقراء والمحتاجين والمساكين. طب هل تامر الشيعه كلهم يعملوا زيك؟ امرهم وامر ابوهم كمان. انا مش بقول لك والله كلام، انا هقول لحضرتك، هقول لحضرتك حاجه يا استاذ، ان من الناحيه السياسيه ان هناك خطوره سياسيه من وجود اي تشيع داخل مصر. لان الشيعي بيؤمن بما يسمى ولايه الفقيه. ولايه الفقيه هي ان يكون ولاء الشيعي المصري اللي في اي مكان ولاء للفقيه الولي القابع في ايران. نعم. طب لا قدر الله لو حصل حرب في مصر بين مصر وايران، اذا حصلت ايه اللي يحصل؟